بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك لكم هذه المناسبة الكريمة، مناسبة ولادة كريم آل البيت الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وأرجو من الله تعالى أن يجعلنا من خدامه في الدنيا ومن الذين ينالون شفاعته في الآخرة بالنبي وآله. قبل أن أبدأ بدقائق مختصرة، أرحب بسماحة الشيخ علي نجد المرجع الكبير الشيخ بشير النجفي والوفد المرافق له، أهلا وسهلا ومرحبا بهم وبكم أيضا. أما الكلام عن الإمام الحسن سلام الله عليه باختصار شديد، اليوم وجدت رواية في هذا المصدر الذي بين يدي، طبعا هو ينقلها عن الأمالي للشيخ الصدوق، وأيضا موجودة في فرائد السمطين للجوين الشافعي. فالرواية مروية في مصدر شيعي وفي مصدر سني، جوين الشافعي سني، وهي نفس الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رواها الشيعة وغير الشيعة في الإمام الحسن عليه السلام. ماذا يعني مجمع عليها بين الخاص والعام؟ ماذا تقول الرواية الآتي؟ راح أقرأها بالنص. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما الحسن، يقول رسول الله، تفتوني، أما الحسن فإنه ابني. طبعا للعلم يعني كإشارة سريعة، أنا قارئ في الروايات الشريفة أن الحسن والحسين في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانا يناديان النبي صلى الله عليه وآله بيا أبه، يا أبتاه، هكذا يقولان لرسول الله صلى الله عليه وآله. فلما توفي رسول الله خاطب عليا بذلك. في حياة النبي كان يخاطبان النبي بالأبوة، يا أبتاه، يا أبتي. رسول الله يقول: أما الحسن فإنه ابني، بعد وولدي، هكذا يقول رسول الله، زين، بعد وبضعة مني. هسه انتم قارين انه فاطمة شنو؟ فاطمة بضعة مني. رسول الله يقول: الحسن بضعة مني صلى الله عليه وآله وصلى الله على ولده الحسن. خو وبضعة، طبعا هواي اكو كلام، لما النبي يقول بضعة مني يعني شنو ايها الاخوة؟ بضعة من رسول الله، بضعة من رسول الله، زين هسه اقول شنو بعد؟ وقرة عيني، وياي الاحبة، قرة عيني، بعد وضياء قلبي وثمرة فؤادي. زين هسه كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج الى بحث مفصل طويل، بس احنا نريد نختصر بدقائق معدودة. عجيب واقعا، قرة عيني، ضياء قلبي، ثمرة فؤادي. أيها الأحبة التفتوا لي، الله يحرسكم، القرآن لما تكلم عن الأنبياء، القرآن حين تكلم عن الأنبياء تكلم عن الأنبياء بالكبريات، بالشنو؟ وما نزل القرآن إلى الصغريات فتكلم عنها في الأنبياء إلا في الخاتم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يعني لما تكلم عن الأنبياء تكلم عن ذواتهم بشكل عام، انتبهوا لي، تكلم عن رسالتهم، تكلم عن أخلاقهم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، نوح رسول أمين، أمين صادق الوعد، صديق، ما أدري بعد ببالكم شيء، يوسف أيها الصديق،
إذا بالكم شيئا بعد ذكروني أنا هذا الأتذكر الآن. هذا القرآن لما يتكلم عن الأنبياء يتكلم عن ذواتهم واحد، يتكلم عن رسالتهم اثنين، يتكلم عن أخلاقهم وخصائصهم الأخلاقية شنو ثلاثة. أما ما يتعلق بما هو أقل من ذلك القرآن يتناوله لو ما يتناوله ما يتناوله. أما النبي صلى الله عليه وآله فالقرآن تكلم عن ذات رسول الله تفتوني بما هو أعظم من كلامه في الأنبياء في هذا المجال، وتكلم عن رسالة رسول الله بما هو أعظم من كلامه في رسالة بقية الأنبياء، صحيح ولا؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. خوف. والإسلام أو القرآن تكلم عن خلق النبي بما هو أعظم من بيانه لخلق الأنبياء الذين سبقوه، فرسول الله صلى الله عليه وآله ما تكلم في خصوصية من خصوصياته كما هو في إبراهيم أو إسماعيل أو نوح، بل قال وإنك لعلى شنو خلق عظيم. ولم يكتف القرآن بهذه الحيثيات الثلاثة التي تكلم فيها القرآن كما تكلم بالأنبياء وميز النبي بالحيثيات الثلاث، بل أضاف لها حيثية رابعة اختص بها النبي. هسه الحيثية الرابعة لها ربط بهذا الحديث، شنو الحيثية الرابعة؟ أن القرآن تكلم حتى عما هو دون ذلك. شنو يعني دون ذلك؟ هذا اللي ما صار للأنبياء. شنو يعني؟ يعني القرآن مو تكلم فقط عن ذات النبي، ولا تكلم فقط عن رسالة النبي، ولا تكلم فقط عن شنو خصائص النبي الأخلاقية وغيرها، وإنما تكلم عن تفاصيل جسم النبي، وهذا ما لم يحصل لنبي آخر في القرآن. التفتوني تفاصيل جسم النبي يعني شنو مثلا؟ طبعا ما يحضرني من الآيات، وإلا القضية أكثر من ذلك، هاي يكون نسوي له استقراء تام بكل القرآن. الآن اللي يحضرني على عجالة مثلا، القرآن تكلم عن عين رسول الله، عن شنو عين رسول الله؟ ما زاغ البصر وما طغى، كما في سورة النجم. ما زاغ البصر، يا بصر، بصر النبي صلى الله عليه وآله. ما أدرتم ملتفتيلي هنا شنو يقول النبي عن الحسن؟ قرة عيني. يقول عن الحسن شنو؟ قرة عيني، يا عين، العين المعصومة التي أشير لها بسورة النجم ما زاغ البصر وما طغى. النبي يقول قرة عيني، هذا البصر اللي ما زاغ وما طغى قرته من؟ الحسن. فكروا بذلك، تأملوا ذلك، تدبروا ذلك. فؤاد النبي، طبعا هسه قلب النبي نزل به الروح الأمين على شنو؟ القرآن نزل على قلب النبي وهم ذكره. فؤاد النبي، ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا الفؤاد اللي ما كذب ما رأى، النبي يقول ثمرت فؤادي عن الحسن. انتبهوا لي، البصر اللي ما زاغ وما طغى شنو؟ قرته الحسن. والفؤاد الذي ما كذب ما رأى شنو؟ ثمرته الحسن، ثمرته الحسن. من هو الحسن؟ النبي لما يقول قرة عيني تصوره كان سهلة، عين النبي موجودة في القرآن. ولما يقول ثمرة فؤادي تصوره سهلة، فؤاد النبي موجود في القرآن، ما كذب الفؤاد ما رأى. طبعا القرآن باوعولي، القرآن تكلم عن يد النبي، ولا تجعل يدك مغلولة، ولا تجعل يدك، القرآن تكلم عن رجل النبي، أقول هذا ما حصل لبقية الأنبياء. طبعا
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بحيث النبي كان يقف للصلاة ويقف على أطراف أصابعه حتى تورمت قدمه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني قدم النبي. القرآن تكلم عن لسان النبي، وما ينطق فم النبي، وما ينطق عن الهوى. هذا الفم واللسان اللي ما ينطق عن الهوى، إن هو يعني كل ما يقوله هذا اللسان وحي إلهي. هذا اللسان وهذا الفم الطاهر اللي كل ما يقول إن هو إلا وحي، قال هذا الفم قال واللسان: الحسن ابني وولدي وبضعة مني وقرة عيني وضياء قلبي وثمرة فؤادي. ضياء قلبي اللي نزل عليه القرآن على قلبك، على قلبك. ثمرة فؤاد اللي ما كذب الفؤاد ما رأى. قرة عين اللي ما زاغ البصر وما طغى. قال فيه هذه الكلمات: وما ينطق بفم وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أي كلمات هذه قالها في الحسن؟ من هو الحسن الذي قال فيه رسول الله كل هذا؟ من هو الحسن؟ هل فكرنا بذلك؟ من هو الحسن؟ ماذا أقول أيها الإخوة؟ النبي يقول: ثمرة فؤادي. أسألكم بالله، غلاء الشجرة بشنو؟ بثمرتها. الشجرة كل ما ثمرتها تكون نادرة ومفيدة ولذيذة وجميلة وطيبة، كل ما الشجرة شنو تكون؟ تكون غالية. فغلاء الشجرة بثمرتها، بثمرها. ورسول الله يقول: ثمرة فؤادي هو الحسن. بل أكثر من ذلك، الشجرة من أين تعرف ثمرتها يا ولا؟ يعني انت هاي الشجرة شلون تعرفها شجرة زيتون؟ وهاي الشجرة شلون تعرفها شجرة رمان؟ وذيك الشجرة شلون تعرفها شجرة تين؟ وهاي ذكرتهن الآن كل القرآنيات، والتين والزيتون، الرمان ذكر في القرآن. خو منين تعرفهن؟ من الثمر. النبي يقول عن الحسن: ثمرة فؤادي. يعني شنو ثمرة فؤادي؟ يعني أنا أعرف من خلال الحسن. من هو صاحب هذه الليلة؟ صلوات الله وسلامه عليه. من هو صاحب هذه الليلة؟ بعد تدرون شنو يقول؟ ابني وولدي وبضعة مني وقرة عيني وضياء قلبي وثمرة فؤادي وهو سيد شباب أهل الجنة وحجة الله على الأمة. يقول النبي، انتبهوا لي، أمره أمري وقوله قولي، من تبعه فإنه مني. شلون حكي بالله هذا؟ هذا شلون حكي بالله هذا؟ تعال، هذا شي فهمه هذا الحكي؟ دباوعود هسه يعني واقعا شي غريب. الحسن من النبي بضعة الطريف. الحسن مو بس من النبي، من النبي ويخليك انت هم مصير من النبي. شلون يعني انت هاي شوف امامكم، يقول من تبعه، يعني من تبع من؟ فإنه مني. انت هسه انا مصدر فيديو مو مصدر، وينقل عن أمال الصدوق وفرائد السمطين، مصدر شيعي ومصدر شنو؟ سني. النبي يقول اللي يتبع الحسن يصير مني. ولهذا سلمان لما تبع الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب شنو صار؟ سلمان منا. ما أدري القرآن الكريم شنو يقول؟ فمن تبعني فإنه مني. الصور على لسان إبراهيم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. أولى الناس بإبراهيم للذين شنو؟ اتبعوه. اللي يتبعون إبراهيم أولى الناس بإبراهيم. النبي يقول اللي يتبعون الحسن فهم شنو؟
مني. شلون سلمان منا يتبع الحسن يصير مني؟ الله يرزقنا وإياكم اتباع الحسن، اتباع الحسن في الدنيا واتباع الحسن في الآخر، وأن يحشرنا مع الحسن. سيدي يا أبا محمد، أنا أكتفي بذلك، خير الكلام ما قل ودل. سيدي يا أبا محمد، يا كريم آل البيت، وأنتم أهل بيت عادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم، وأنت كريم الكرماء، نقف على بابك هذه الليلة ونطرق بابك بأيدينا المذنبة هذه الليلة، فلا تردنا يا أبا محمد بأمك فاطمة، بأمك فاطمة، بأمك فاطمة، لا تردنا إلا بحوائج مقضية وبذنوب مشفية إن شاء الله، وبذنوب مغفورة بشفاعتك وبواسطتك، وبذنوب مغفورة وبعيوب مستورة، بجدك رسول الله وبأبيك أمير المؤمنين وبأمك الصديقة الكبرى وبأخيك غريب كربلاء وبأولاد أخيك الحسين، لا فرق الله بيننا وبينكم وحشرنا معكم وأبقانا معكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.